احنا هسه بخطبة الإمام علي عليه السلام. اليوم شنو الأيام يا ولد؟ والله تايه التاريخ. الموبايلات بجيبي. السلام عليكم. نشوف بس ساعة. خطبة الإمام علي منصور آمن. اليوم اثنين. بس مباشر؟ يوم جد الشهر يا ولد. صلى على محمد وآل محمد. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم بارك على محمد وآل محمد. شباب اليوم اثنين الشهر العاشر ساعة 3:46 دقيقة عصرا. اليوم ايش قد الشهر يا ولد؟ بس واحد منكم شوف موبايله. شهر 12 اليوم 12/10/2020. والاخوة كابتن احمد وعباس وعلاوي وحيدر وحسين. حياتي للشباب والبقية هناك البوليت والله يحضرون شاي يحضرون شاي ويحضرون الاكل. واحنا هسه بخطوة الامام على العريس وياكم كابتن عباس منصور عامر الزعزو. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هاي مال عيد الغدير. ان شاء الله المبرد يا ولد. حيدر حيدر صلى ودعي لنا اخوي اخوي صلى ودعي لنا صلى قضاء لو تامه لا قضاء. انا بعد صلاه الظهر ما مصلي. كابتن جواد هنا طبعا. كابتن جواد اخذوا لك صور تخبل بالش اسمه. لا والله والله هالشيء بالبايسكل الزكيان عباس الغراوي. حيدر شهاب ماخذ له صور يخبلن يعني. هنا حسين. حسين انت ليش ما داخل لك درجه؟ يا لي رسوم يا لي رسوم. لا يجي يستلم. يلا لينا ونودعكم بالفيديو. تحياتي لكم. باي باي.